السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم يوم جديد وحلقه جديده من استاد الاهلي. طبعا ليلتنا النهارده هي ليله مباراه الاهلي وبتروجيت في الاسبوع 33 من الدوري الممتاز، واللي حسمها طبعا النادي الاهلي بتفوقه بهذا اللقب للمره الثالثه على التوالي، وايضا المره 40 في تاريخ هذه البطوله بالنسبه للنادي الاهلي. لكن اكيد واحنا بنفكر دايما في كل مباراه بنطلع منها ونروح للمباراه الثانيه هو الفوز، وان انت بتنهي البطوله وانت يعني الحمد لله ما عندكش غير يمكن هزيمه واحده واربع تعادلات، فبالتالي بتستكمل ضرب الارقام القياسيه في هذه البطوله. فبالتالي كل التوفيق ان شاء الله لفريقنا في مباراه الغد. ان شاء الله المباراه بكره هتكون الساعه 5:30 في استاد القاهره الدولي ان شاء الله. كل التوفيق لفريقنا، ولكن عايزين نبارك لفريق كره اليد اللي منذ قليل تغلب على فريق وداد سماره المغربي في بطوله افريقيا لكره اليد ابطال الكؤوس، تغلب على فريق سماره بنتيجه 37-19 في هذه المباراه. ولازم طبعا نبارك زي ما بقول لكم احنا في كل البطولات وبكل الألعاب بنحاول في كل الأوقات إن احنا نبقى رقم واحد، وهو ده النادي الأهلي دائما واعد جمهوره، بيوعد جمهوره دائما بالمكسب، بيوعد جمهوره بالأداء المشرف والنتيجة المشرفة دائما والحصول دائما على البطولات، سواء بقى طايرة، يد، سلة، كرة قدم، ألعاب فردية، كل ده النادي الأهلي هو نصب أعينه أو أعين مجلس الإدارة وأعين اللاعبين بالنسبة في كل الألعاب. ولكن مبروك طبعا لفريق كرة اليد أبطال كرة اليد، إن شاء الله يتأهلوا إن شاء الله، أو هم خلاص يعني تأهلوا لنهائي البطولة إن شاء الله يحصلوا عليها بأمر الله. كل ده مهم جدا طبعا. كابتن عاصم حماد المدير الفني للفريق يعني أعتقد أنه بيقوم بمجهود كبير جدا مع طبعا رجالته، كل التوفيق إن شاء الله في هذه أو هذه البطولة ونهائي البطولة أو حضور 100 إعلامي لتغطية هذه المباراة، وإن شاء الله النادي الأهلي هو اللي هيقوم بكافة التفاصيل أو بكافة الكرنيهات والتصاريح الخاصة بحضور الإعلاميين في هذه المباراة. نتمنى إن شاء الله نشوفها مباراة جيدة. دائما إحنا بنستنى هذه المباراة، بيبقى الإسبوت الإعلامي بشكل كبير على هذه المباراة، خصوصا كمان إن إحنا تعتبر دي يعني مباراة في نهاية الموسم، إن شاء الله تبقى حاجة تفرح جمهور الأهلي وتبقى مباراة تليق باسم الكرة المصرية، خصوصا طبعا بعد حصول النادي الأهلي على هذه البطولة. خليني أروح سريعا طبعا للمكوك اللي داخل النادي الأهلي اللي بيقوم بدور مهم جدا داخل النادي الأهلي، سواء بقى الجزء بقى الاجتماعات، التجهيزات الخاصة بكل الفرق اللي في النادي، كل ما يخص النادي الأهلي سواء بقى الجزء الاجتماعي أو الرياضي أو الإنشائي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي العميد محمد مرجان، تحياتي لحضرتك يا فندم. ربنا يخليك كابتن محمد، مساء الخير يا كابتن. تحياتي لحضرتك، ومقدرين جدا أكيد المجهود الكبير اللي بتقوموا بيه في النادي، وخصوصا بقى إن لم نشترط يبقى طبعا الرقم القومي موجود وتحكمه احنا ملتزمين بيه، الناديين ملتزمين مع اتحاد الكورة، ان شاء الله هيبقى الاسامي مسجله في الكشوفات وهتتبعت فيها الرقم القومي والكشف يتبعت للامن ان شاء الله لاتحاد الكوره عشان يخاطب الامن، لان هو ده المظله بتاعتنا في الاخر ان شاء الله. و25 للناديين في المقصوره الرئيسيه اعضاء مجلس الاداره او ضيوف الناديين، 25 نادي الاهلي 25 نادي الزمالك تمام. وبالنسبه للاعلاميين برضه 50 للنادي الاهلي و50 لنادي الزمالك، هو في تعاون واحنا قابلين هذا الموضوع، لان دي مباراه في الاخر مباراه القمه المصريه اللي كل الشارع المصري يعني بيستناها مهما كان، وان شاء الله باذن الله طبعا احنا الاهلاويه نتمنى ان شاء الله تبقى مباراه اهلاويه كويسه، وفي نفس الوقت برضه يبقى فيها الروح الرياضيه اللي احنا اكيد اكيد نتمنى باسم الكره المصريه. ست العميد خليني اسال حضرتك بس عشان الناس بتتساءل بقى، ال 300 دول هيكون من جماهير عاديه ولا من قاعده البيانات اللي موجوده ولا اعضاء النادي؟ انا بص مش عايز اخرج بره قصه جماهير عاديه واعضاء النادي، اعضاء كلهم طبعا جماهير النادي الاهلي، احنا كلنا جمهور النادي الاهلي. انا عندي طلبات وعندي الحمد لله رب العالمين يعني ناس عماله، كل الناس عايزه تروح صحيح المباراة. صحيح فاحنا انا واحد منهم يا سياده العميد. وامبارح قابلت كابتن مستر راح دي قال لي انا عايز 500، قلت له من عينيا 500 لوحده قابل لوحده. انا يعني انا مش هنضغط على الناس، بس لازم الناس تسمع صوتنا، الناس كلها تتمنى عايزه ترجع طبعا. يعني دي مباراه القمه والناس واحنا طول عمرنا بالاهلي والزمالك بنحضر وطن الاهلي والزمالك، وطول عمرنا يعني نتمنى ان هي القصه دي ترجع تاني. لكن هرجع اقول تاني احنا ملتزمين وده نهايه موسم، اتمنى في الموسم الجديد يبقى في نظره ثانيه مختلفه. وانا حتى كان يعني كان قاعد معايا الصديق العزيز احمد نجاهد، الراجل عنده نفس الرؤيه في الاتحاد المصري، وانا عارف متاكد الاتحاد المصري رئاسه هاني بيه ابو ريده متاكد ان هم عايزين يصل هذا الموضوع،
وفي الاخر احنا اتفقنا على حاجه ان شاء الله باذن الله. يعني هو الاتحاد ده المظله الاساسيه بتاعه الانديه اللي احنا من خلاله هنتحرك مع الاجهزه الامنيه طبعا، وكلنا نتحمل المسؤوليات ان شاء الله باذن الله، عشان في الاخر الجمهور يرجع. ما فيش حد يتنصب من مسؤوليته، احنا هنتحمل مسؤوليات مع الاتحاد المصري مع الامن، بحيث ان احنا كلنا جمهور يرجع بالشكل اللي احنا عايزينه، مع فصل تام للسياسه عن الرياضه. جمهور الرياضه ده للرياضه، مفيش او مش هنسمح بيه، ومفيش نادي هيسمح بيه. احنا النهارده كلنا عايزين نشجع الرياضه بتاعتنا ونشجع انديتنا بشكل لائق. فان شاء الله باذن الله الاهلي عند المبادره دي، وفي اجتماعات مستمره في اللجنه برئاسه المهندس خالد مرتجي عشان نوصل لافضل حلول. واكتشفت برضه في الكلام مع كابتن احمد مجاهد اللي هم في الاتحاد شغالين في نفس القصه بنفس السيستم تسجيل البيانات والرقم القومي اللي موجود، وده اللي يهم الامن النهارده، اللي انت يبقى عندك بيانات عن اللي موجود. صحيح. وان النادي الاهلي عارف مين اللي داخل، خلاص ده امور سهله، لان انت مش هتخاف من حاجه طالما انت رايح النهارده عايز تشجع. انا ما عنديش مشكله، خد البطاقه بتاعتي وخد بياناتي وخد كل اللي انت عايزه، وده حقك كامن في الظروف اللي احنا فيها. والعالم كله خلي بالك بيعمل كده النهارده. صحيح. مش النادي يعني، ولا هي اصلها يعني اختراع امني في المصري ولا لا، ده العالم كله النهارده. انت النهارده عايز تروح اي مباراه في العالم، في نهائي اوروبا، كاس عالم، انديه زي ما بنروح، بتدخل بياناتك، البيانات اساسا بتدخل رقم الباسبور بتاعك او رقم القومي بتاعك، وبتاخد التذكره بناء على هذا الكلام. صحيح. فدي مش حاجه جديده. صحيح. تمام. طيب ست عامر، ان شاء الله كلنا سعيين فيها، يعني بنسعى فيها ان شاء الله. طبعا النادي الاهلي هو اول نادي عمل هذه الجزئيه، وده كان برضو يعني دائما السباقين في الجزئيه دي يا استعمال. خليني اخدك بقى لجزئيه الترتيبات الخاصه بمباراه حسام غالي والسفر لدبي ست عامر. ان شاء الله باذن الله كان في اتصال النهارده مع كابتن الخطيب رئيس النادي، وان شاء الله هيبقى في مؤتمر صحفي يوم الاثنين القادم الساعه 12 الظهر. هو كابتن طلع حسين يمكن كان عنده عايزه الساعه 2، حصل اتصال مع الاستاذ جمال جبر مدير المركز الاعلامي، قلنا الساعه 12 الظهر، بحيث حتى كمان بعد ما المؤتمر ينتهي يلحقوا يغطوه اعلاميا ثاني يوم. فان شاء الله يبقى 12 الظهر في مقر الاهلي بالجزيره، هيبقى مؤتمر صحفي، هيبقى متواجد فيه كابتن حسام غالي، كابتن حسام البدري، الكابتن سالم الحفيظ، وطبعا كابتن زيدو مدير الرياضي لصحه كره القدم. وهنبقى موجود فيه ممثل عن النادي الاهلي الاستاذ خالد طرندلي ان شاء الله باذن الله، هو اللي موجود ممثل عن النادي الاهلي. وده برضه عشان خاطر الاستاذ عامر فاروق نائب رئيس مجلس الاداره هيكون ان شاء الله باذن الله في السعوديه عشان يحضر القرعه بتاعه البطوله العربيه. زي ما بقول لك هو يعني هو بص المنظومه كلها اما تيجي تشوفها من بره هتلاقي كل المنظومه شغاله من اول رئيس النادي ربنا يرجعه بالسلامه لغايه اصغر عامل في النادي الاهلي، فكله شغال. طيب هل طمنا طبعا كابتن خطيب هيرجع امتى يا كابتن ست عميد بعد اذنك؟ يعني هو طبعا انت عارف هو المفروض 6 اسابيع هيبقى راحه سلبيه تامه. انا بقول لك الكابتن خطيب خلال الاسبوع ده ان شاء الله هيبقى موجود في مصر. رغم ان احنا كل الناس عماله يعني لازم تكمل لازم تكمل، بس انا بقول لك خلال الفتره دي انا كابتن خطيب بكره ان شاء الله هيتنقل ابو ظبي وهيقعد هناك برضه الراحه السلبيه بتاعته. بس انا بقولها لك انا متاكد الكابتن خطيب يعني وبالتليفونات اللي شغاله دلوقتي انا متاكد ان هو كمل عمل وكمل الالتزامات اللي موجوده. صح صح، انت كنت يمكن قلت لي الجزئيه دي، يرجع بالسلامه ان شاء الله. في متابعه على طول، في متابعه على طول بشكل مستمر سواء مع نائب رئيس النادي او امين الصندوق او معانا الموجودين بصفه يوميه. فيعني هو احنا عاملين برضه يعني عايزين يقعد ياخد الراحه السلبيه بتاعته، لان الامور الحمد لله ماشيه على ما يرام الحمد لله رب العالمين. بس ربنا يكرم ونتمنى طبعا عودته بالسلامه ويرجع معانا ان شاء الله. يا رب يرجع. بس اخيرا بس تعميد تقريبا بكره كابتن سيد انت قلت لي قرعه البطوله العربيه هتبقى في السعوديه بعد يوم 24 تقريبا او كام؟ ان شاء الله باذن الله، واللي هيمثل النادي الاهلي نائب رئيس النادي الاهلي باذن الله الاستاذ عماد فاروق. ان شاء الله كل التوفيق، بطولات ورا بعض، ويمكن الفريق طبعا اكيد عنده مهم جدا، عندنا افريقيا وكاس مصر ثم طبعا يعني البطوله العربيه. ان شاء الله كل التوفيق لفريقنا ست عميد. انا بشكرك شكرا جزيلا طبعا وصبرك معانا في اسئلتنا، لكن طبعا مهم جدا ان احنا بنبص دايما لبطولاتنا. فزي ما قال ست عميد كده فهو فريق وتيم وورك جوه النادي بيغرد في كل حته، كل واحد في جزئيته، كل واحد بيتعامل بجزئيته. بيطمنا طبعا على كابتن محمود الخطيب ان شاء الله من يعني هيعود خلال الاسبوع ده، هو طبعا في راحه موجوده، لكن واضح جدا كم الاعمال وكل التفاصيل اللي جوه النادي محتاجه ان كابتن محمود يبقى متواجد. واعتقد ان هو يعني من خلال الكلام طبعا ست عميد ان كابتن محمود الخطيب يعني عايز يقطع الراحه زي ما بيتكلم كده او واضح من الكلام، عشان الاعمال الموجوده داخل النادي كتير ومحتاجه ان تكون كابتن محمود الخطيب فيها، ولكن يهمنا طبعا سلامته ونبقى في احسن حالاته الطبيه. طيب خليني اروح سريعا اقول العناوين بالنسبه للنادي الاهلي وكافه التفاصيل بمباراه الغد. الاهلي طبعا بيتدرب على الضربات الثابته قبل مباراه بتروجيت، ايضا الجهاز الفني بيخفف الحمل التدريبي للاساسيين، خصوصا ان انت بقالك فتره
بتلعب كم مباراه متتاليه، ولسه عندك الاهلي هيبقى الاهلي والزمالك 26 في تقريبا هتبقى او خلاص تحدد مباراه الاسيوطي في كاس مصر يوم 30، يوم 4 مايو هيبقى مباراه الترجي 11، يوم 11 هيبقى مباراه حسام غالي في الامارات او اعتزال حسام غالي في الامارات، يوم 15 هتبقى تقريبا مباراه كامبالا الاوغندي ايضا في بطوله افريقيا. فبالتالي حجم مباريات متتاليه الامور هتبقى صعبه طبعا على اللاعبين الاساسيين، لكن طبعا تخفيف الحمل التدريبي ده للاساسيين. ايضا صلاح محسن يخوض مران منفرد بسبب الامتحانات، ايمن اشرف يشارك في جزء من المران ويستكمل المران غدا بمفرده. ايضا عاشور يؤدي مران تاهيلي في الجيم، وكابتن سارة حفيظ زي ما قال سيد العميد هيسافر للسعوديه عقب مباراه بتروجيت لحضور قرعه البطوله العربيه. كابتن احمد ايوب بيتكلم على مباراه الغد انها لا تقل اهميه عن مباراه القمه. ايضا باكا بيغيب عن لقاء الغد بسبب اجراء اشعه على الرباط الداخلي، وده يمكن طبعا نتمنى العوده سريعا لباكا واحد من اللاعبين المميزين. ايضا وفد الكاف يعاين ملاعب الاهلي في البطوله الافريقيه. ايضا اجاييه يكتفي بالمران التاهيلي. ده يمكن بعض الاخبار الخاصه بفريق النادي الاهلي وما يحدث داخل جدران النادي الاهلي. خليني بقى عشان ليله المباراه هروح لفاصل واستقبل طبعا ضيوف اليوم وليله مباراه الاهلي وبتروجيت طبعا كابتن ماهر همام والناقد الرياضي استاذ عصام شلتوت، لكن خلينا نروح لفاصل ونستقبلهم في الاستوديو. عوده لحضراتكم من جديد، بيشرفني طبعا في الاستوديو واحد من نجوم النادي الاهلي كابتن ماهر همام، طبعا واحد صخر الدفاع النادي الاهلي في يوم من الايام، وايضا واحد من نجوم الصحافه والنقاد الرياضيين الفنيين، عشان بس ايه نبقى متاكدين، لانه يعني بحته التحليل الفني مميزه جدا عنده. ارحب الاول بكابتن ماهر همام. برحب بيك كابتن ماهر. اهلا فاروق، اهلا بيك، منور كابتن. منور كابتن. ايضا الناقد الرياضي والفني استاذ عصام شلتوت. كابتن استاذ عصام برحب بحضرتك. مش فني قوي بس لا انا والله بستفاد من حضرتك كتير. لا يعني الحمد لله. بس ارحب بيك الاول. ربنا يخليك كابتن. طبعا كابتن مصر والاهلي واحد فعلا من عظماء الدفاع المصري الحقيقه، بالشراكه مع اجيال كبيره يعني كابتن حسن وكابتن مصطفى يونس، حسن حمدي ربنا يديله الصحه طبعا، والراحل العظيم اللي كان بيقول فيه شعر ابراهيم يوسف الحقيقه، كان دايما يقول في ماهر همام شعر يعني. فهي بس حته التحليل جايه ان انا لعبت كوره كده لولا الجامعه. لا بجد هقول لك بس عشان حته انا ليه بقول، فانا يمكن اول مره اعرفك بالجزئيه دي. انا ما بقعد مع استاذ عصام شتوت، وعلى فكره في نقاد رياضيين عندهم الجزئيه دي بشكل مميز جدا عشان حته الكوره هي الجزء بس ده. انا يعني طاقاتك حته الفيجن بتاعتك في جزئيه المباراه موجود عليا لازالوا يعني ربنا يديهم الصحه. محمد يونس جون المقاولين ومدرب الحراس طبعا، واحمد خليل اخو الكابتن وسام، ده الجيل اللي انا لحقته لغايه ما رحت الجامعه بقى جامعه القاهره فرع الخرطوم. ف الحمد لله ربنا يديك الصحه كابتن عصام. عملنا حاجه احسن بس برضه في الافضل الاعم انه يبقى الجزء الفني لو انت على درايه او دراسه او لعبت كره القدم، مش هنقول لعبت مع كره القدم، يبقى ان السؤال يطرح للفنيين الاكثر بقى خبرات طبعا. زي حضراتكم طبعا كلاعبين ثم نجوم ثم محللين ثم خبراء صحيح. ومدربين اشكال تعرف تجيب له انهي صفحه في الكتاب صحيح. لكن مش فكره ان انا اللي اغوص في 4 6 9 و 2 7 1 لا بس الفيجن يعني انت ممكن اصلا ده اللي بقوله لحضرتك، تبقى انت تتوقع من سير المباراه ان يبقى مثلا الزمالك وده اللي بقوله لحضرتك تدور بس ما بتتعبش وانت بتفر كتاب الكوره بتطلع الصفحه على طول بس علشان ايه؟ علشان تلقيها او تباصيها للخبراء فيقدر هو بقى يقول للناس الكرة راحة فين. صحيح. مبروك لأحمد، ربنا يخلي يعني حضرتك يا رب وعبال أولادكم جميعا إن شاء الله. كابتن ماهر خليني أخدك ونتكلم بس قبل ما أقول أي تفصيل عن مباراة الغد. مباراة الغد إن شاء الله في أسبوع 33 أهلي وبتروجيت في استاد السويس، بس تصحيح المعلومة في استاد السويس. خليني أقول لكم بس من نتائج النهاردة في الأسبوع 33، سموحة والداخلية وفوز سموحة 1-0، طنطا والمصري وفوز المصري البورسعيدي 2-1،
يمكن طنطا كان متقدم في الدقيقه 70 عن طريق سيف الدين الجزيري، ولكن طبعا وليد حسن وبانسي بيحرزوا هدفين متتاليين في الدقيقه 87 و88. طبعا طنطا كانت في اشد الحاجه لهذه النتيجه في حاله طبعا الفوز. على الجانب الاخر وادي دجلة والإنتاج الحربي أيضا الأمور اتغيرت بشكل كبير في هذه المباراة، كان تقدم لفريق وادي دجلة بهدف خالد أمر من ضربة جزاء في الدقيقة 11، ثم وادي دجلة النداي والسيد سالم بيحرزوا هدفين في الدقيقة 26 والدقيقة 71. حضرتك الأول بدأ الإنتاج هو اللي بدأ في الدقيقة 11، ثم وادي دجلة بيحرز هدفين أيضا في عن طريق النداي في الدقيقة 26 و71 للسيد سالم، ويفوز وادي دجلة ورسميا كده وادي دجلة في الدوري الممتاز العام القادم. ده بالنسبة للنتائج النهارده كابتن ماهر، رأي حضرتك فيها ايه؟ لان كنت عايز اخدك في دور 32، ولكن النتائج او الحدث النهارده هي هذه النتائج بالنسبه حتى لسموحه وللداخليه، يعني الامور بالنسبه لسموحه الامور طبيعيه. هو الحدث النهارده المهم محمد وادي دجله والانتاج وطنطا والمصري طبعا، انه يمكن طنطا ووادي دجله هم يمكن اللي كانوا قريبين وبينافسوا بشكل كبير جدا على مركز ال 15 وال 16. يمكن وادي دجله النهارده وصل للنقطه 33، مكسبه على الانتاج الحربي يمكن بيأكد وجوده في الدوري العام بنسبه كبيره جدا. يمكن طنطا الاخفاق بتاع النهارده ومباراه غريبه الشكل محمد، يعني يمكن في الدقائق الاخيره كابتن عصام قدر يتفوق نادي المصري بالكرات الثابته اللي هم بيمتازوا بيها، يعني من ضمن الحاجات اللي حسام حسن اضافها لنادي المصري الكرات الثابته المؤثرة بشكل جيد، ويمكن مخرجنا بيرد علينا مباراة طنطا يمكن والمصري المصري يمكن الهدف الأولاني وليد حسن، وبعد كده بانسيه بضربة رأس. وليد حسن من اللعيبة المميزة اللي الكابتن حسام حسن قدر يضيفه بشكل جيد، وواضح الجملة التكتيكية اللي اتعملت يا كابتن محمد كابتن عصام بتأكد ان دي تصويبه طبعا من خارج ال 18 من ضمن الحاجات اللي بيلجا ليها كابتن حسام. دي مباراه الدور الاول تقريبا ولا تقريبا دي الدور الاول احمد جمعه والبدايه الدور الاول هنا ده الدور الاول الارشيفيه لكن كان يهم ده النهارده طب هو ماشي 2-2 لا اسامه عربي ده الدور الاول الدور الاول طنطا كان احمد جمعه زي ما قلت يعني فهم دول يمكن التكتين اللي كانت الناس كلها يعني حاطه الانظار عليها كابتن عصام، وكانت كل يمكن الفنيين والمسؤولين مهتمين بالمباراتين دول. يمكن مع الاسف طبعا ان طنطا بهزيمتها النهارده من مصري يمكن حجزت المركز الثالث للنزول او للهبوط، يبقى طنطا ب 26 نقطة وبعدين الرجاء ب 25 نقطة وبعدين النصر ب 22 نقطة. صعب جدا ان هم يقدروا في المباراة اللي جاية، خصوصا ان فوز وادي دجلة النهاردة كابتن محمد، واحنا قلنا الفوز بيجي المكسب بيجيب مكسب، النهاردة مكسب بست نقاط مش بثلاث نقاط صحيح. وفي نفس الوقت بيدي ثقة لوادي دجلة المباراة اللي جاية ان يقدروا يكسبوها، وده اللي كان بيسعى ليه بشكل كبير جدا طارق العشري المدير الفني لوادي دجله، ان طارق تولى المهمه كابتن حسام في ظروف صعبه في منتهى الصعوبه صحيح. يعني حتى الاحلال والتجديد في المرحله الانتقاليه في يناير ما قدرش ان هو يجيب 3 4 لعيبه يقدروا يساندوا الفرقه بشكل جيد، حتى الاماكن اللي هو كان محتاجها انه يدعم من خلالها ما قدرش، لكن خبره طارق العشري في الدوري الممتاز هي اللي ساعدته بشكل كبير جدا ان هو يقدر يوظف هؤلاء اللاعبين والقماش اللي موجوده معاه ان يقدر يوصل بيهم بر الامان. اي نعم اتاخر يا محمد، لكن دي خبره بقى طارق العشري ان هو حتى يمكن في المباراه الاخيره بدا يوصل بيهم بالدرجه البدنيه والدرجه التكتيكيه، واخد بالك، وتحس كده ان فرص الفوز قريبه من وادي دجله. النهارده بيحقق طارق العشري 3 نقاط مهمين جدا، وبيكسب كمان مين؟ الانتاج الحربي اللي هو عامل شغل السنه دي مع كابتن مختار شغل كبير جدا. يمكن الانتاج الحربي من ضمن الفرق اللي بتحتل المركز السادس حققت 44 نقطه، ويمكن كابتن عصام اول مره نشوف الانتاج هذا الموسم مع الكابتن مختار كره مفتوحه، كره فيها تكتيك، كره فيها اداء صحيح. متميز، وبيوصل للرقم اللي هو المركز السادس ب 44 نقطه من حي طبعا المنظومه العسكريه على النظام اللي كانت موجوده عليه الانتاج الحربي هذا العام. كابتن استاذ عصام خليني اقول لك ان السنه دي الدوري
ابتدى المستوى الفني عن السنه اللي قبلها واللي قبلها، طبعا حته التوقف اللي قعدت فتره دي خليتك عشان ترجع للدوري المصري بقوته وفورمته اللي احنا متعودين عليها والكره اللي احنا كنا بنستمتع فيها في وقت من الاوقات، الامور ابتدت تختلف. اما نشوف النهارده المباريات ونتائج الموسم حتى ما بين الفرق، النهارده بنشوف الاسيوط يا كابتن استاذ عصام فرقه من الفرق الواعده في الدوري الممتاز، بنشوف صراع على البقاء ما بين الفرق اللي احنا شايفينها سواء كان وادي دجله وطنطا والرجاء، الوضع اختلف. لكن النهارده الدوافع كانت موجوده اكتر عند وادي دجله، نشوف ان كابتن طارق عشري الاداره بالرغم ان كان في بعض النتائج كانت مش مظبوطه في وقت وقت في الفتره اللي فاتت، ولكن ما غيرتش زي فرق تانية. يعني في فرق غيرت 3 4 مدربين. انت قلتها الاداره، وعلى ذكر الاداره لازم نبارك طبعا للنادي الاهلي اداره وفرقا ونشاط رياضي على كرة اليد وروعتها النهاردة. ده السر، ده الكود، دي كلمة الشفرة، الإدارة. انت بتتحدث عن إدارة الدجلاوية لم تسير خلف المتشائمين وغير يا جدع. انت تتحدث عن طنطا، هذا الفريق اللي لازم فورا تزعل جدا لما تلاقيه بيهبط، لأنه فريق جماهيري، فريق لنادي غني على فكرة وغني أيضا برجاله، لدرجة أنه الطنطوية طبعا وأكثرية منهم أهلوية بيروى أن السيد فايز عريبي رئيس النادي هو ربنا يديله الصحة وصالح سليم الواجه البحري يعني، وبالتالي إدارة منضبطة لكنها فقدت تركيزها حينما تخلصت من المدير الفني خالد عيد بدون جدوى. كان يمكن اجراء تعديلات في الجهاز الفني، لكن وحطوا اسامة عرابي الراجل الجدع اللي بيتحمل مسؤوليه في اي وقت في موقف حرج، وخسروا تجديد كانوا عاملينه وكان عامل حاله اسمه المدير الرياضي عبد الظاهر السقا، كان رقم مهم قوي في معادله طنطا. وانتوا طبعا ككباتن كوره افتكروا كويس طنطا قبل التغييره دي، وطنطا بعدت لدرجه ان الكابتن اسامة عرابي فعل ما لا يمكن ان يفعله احد، يعني ما كانش بيرجع اساسا بالليل رغم ان بعض المدربين بيرجعوا، لكن في النهايه انت هزيت موازين الامور. عشان كده مع احترامي للجزء الفني، لكن تبقى فعليا كلمه الاداره هي شفره البقاء، هي شفره التفوق، بغض النظر عن انك انت تخرج من عدمه من فكره الترتيب. يعني اذا بقت طنطا في الدوري ولو على اخر حاجه كنت هتقول لها تعظيم سلام، صحيح. لكن اذا لمحت فريق زي ما شفنا في بورسعيد على مدار ادارتين الحقيقه، واحده مع السيد كامل ابو علي ولازم نحييه طبعا، السيد متولي ده الله يرحمه ده حاله يعني. لا والحاج ابو قوطه، لكن انا بتحدث عن التحديث بقى، التحديث بدا مع كامل ابو علي اول من وضع ضوابط إدارية وحتى تمن الكرسيك في المقصورة تدفعه، ثم سمير حلبية الذي يبتعد مسافات عن الإدارة الفنية، وأنا عارف أنا بقول لحضرتك إيه، مش بس لأن التوأم مش هيقبل أو حسام حسن مش هيقبل هكذا تربى، إنما في الآخر هو لقوا إن ده منهج صحيح، منهج منضبط جدا، أن تكون هناك فواصل بين الإدارة الفنية والإدارة الإدارية. وبالتالي عن الإدارة حدث ولا حرج، زعلانين جدا طبعا لفقد عزيز لدينا هو طنطا الحقيقة، لأنه احنا كنا لسه بنقول إن شاء الله في قادم الأحوال لابد إن الإعلام ينتبه إنه عايزين دولة الرياضة مش بس الدولة المصرية، صحيح. كلها تنتبه لفكرة شراكة مطلوبة بين الأندية الشعبية وأندية المؤسسة. هرجع لحضرتك تاني يا استاذ عصام وجزئية الإدارة، ولسه كنت عايز أسألك يعني ما كملناش على حتة وادي دجلة وجزئية الإدارة لأن مهم جدا، لكن خلينا أروح أخد لا مهم جدا، لأن كان ممكن إيه اللي يحصل يا كابتن؟ كان ممكن يغيروا طريق العشري. خلينا نروح طبعا، يعني النهارده كانت في مباراة سموحة والداخلية، أروح لدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق سموحة. دكتور ميمي مساء الخير على حضرتك ومبروك. مساء الخير يا كابتن محمد، حياتنا لحضرتك، سعيد بيك وسعيد بكرة الاهلي اللي انا كل الناس بتحترمها، وطبعا بالناس الافاضل كابتن ماهر حمام وكابتن ميمي واخوي الراجل الله يخليك يا حبيبي، الف مبروك يا ميمي. مش مبروك على المكسب بس، ده مبروك على الاداء ومبروك على الحاجه الجميله اللي انت بتعملها. فضل من عند ربنا يا كابتن ماهر. والله واشكر وبكلم استاذك كبير كبير قوي استاذ عصام وحبيبي وبيدعمني استاذ عصام سلطوت حبيبي يا كابتن ميمي، ابو الذوق وابو الفنيات كلها، والراجل اللي بيعمل الكوره
السهل الممتنع من غير ما تقلبها كيمياء ولا حاجه الحقيقه. واحنا محمد عايزين يعني نكلم كابتن ميمي. حقك يا كابتن ميمي والله بصراحه يعني انت من الناس المخلصين المجتهدين، راجل عندك علم وعندك صبر ومصابره وبتشتغل كمان في قطاع الناشئين، طلعت نماذج وقدرت تعمل استراتيجيه تربط بينها بين قطاع الناشئين والفريق الاول، ودي حاجه خد بالك صعبه جدا الارباح والله العظيم يا ميمي. زي بقول لك كده بقول لك يا كابتن ميمي انت ما بتتكلمش وراجل تشتغل بجد وباخلاص وحبك للمكان وحبك للمؤسسه وبتحقق نتائج على اعلى مستوى، يحصل اخفاق والمدير الفني يمشي تطلع انت وتشيل المخله بتاعتك وتشتغل محدش يحس بيك فعلا. فانا والله العظيم يا كابتن عصام انا بحيي كابتن ميمي. وانا بكلمك يا استاذ كابتن محمد طبعا انت مش مجامله للناس اللي قاعده معاك، وخلي بالك انا من الناس اللي بحترمكم جدا جدا وبحترم الاهلي، مش عشان بتكلم في القناه كراجل حتى بورسعيدي، بس كابتن ماهر كمان كان صديق. كابتن ماهر اجى معايا في كليه التربيه الرياضيه اول دفعه معايا خدت بالك، وبعدين كان مشى وحول. خلي بالك انا طول عمره بيدعمني من 30 سنه وانا في النادي المصري. بس في نقطه كابتن ماهر ده قصه طبعا حبيبي يا ميمي ده ليا الشرف انا بتكلم. فانا عاوز اقول لك على حاجه، طبعا انا مدرب قديم بس لما كان الاستاذ عصام قال وكان بيحكي لي انا من غير حاجه باشمهندس طارق خلي بالك راجل محترم جدا وبيحب نادي سموحه جدا، هو كان عنده مقدره هو عشان عنده ثقه فيا اعطاني الفرصه. السؤال الناس يقول لك قاعد لا النادي له طموح في حاجات معينه مرتبط بالراجل ده وبحترمه. حتى انا زي ما الاستاذ عصام بيتكلم ما تزعلش مني الفيسبوك دون خرب مصر عنده صفحه الاعلام الواحد وقع بينه وبين الناس وساعات بتصايط ناس مش لازم تخرب يعني الله ينور عليك. انا عادي يبتدي بين الراجل انا عمري ما ساعدت انا في التشكيل الفندق ساعدني عادي يبتدي بنهايه الموسم ده يبقى حقك خلاص حق النادي. الناس اللي كانوا يسالوا يقول لك موقف يقول لك انت كذا كذا خلاص لو حد بيفكر في الواحد وربنا يكرمه في نادي هيعمل لك حاجه، انما الموضوع لازم يكون ليا بعد ربنا بعد الوكلاء لازم اظهر في الاعلام ايه لازم اروح اجيب حوالي 3 بدل برضه جداد. خد بالك يا ميمي من صوتك بقى ميمي خد بالك من صوتك ان احنا محتاجينك عايزينك. انا النهارده سعيد جدا انا من زمان عايز اكلمك وكانت فرصه طبعا مع كابتن عصام وكابتن محمد من قناه الاهلي ببعت لك مليون تحيه وربنا يوفقك. انت جاوبتني كده جاوبني كده على السؤال اللي انا كنت عايز اجاوبه يا دكتور ميمي. يمكن انا بقول لك يا دكتور طبعا ده انا شايف ان ده انت اخويا طبعا كابتن احنا كلنا بنلعب كوره كده لما يبقى بالعلم تبقى حاجه لطيفه جدا. ودكتور خليني اقول لك يعني دائما كابتن ميمي عبد العزيز الدكتور ميمي بيبقى متواجد في المواقف الصعبه. انا كنت معاك في مكالمه من مكالمات لو تتذكرها كنا مع بعض و كان في حد انت كنت بقيت موجود بسبب ان في مدير فني مشي وقدمت نتائج جيده مع فريق سموحه، ولكن كلمتك وكان قبل ما كان في بعض الاسامي المطروحه انها تبقى متواجده وقلت لك هل انت هتبقى موجود معاك مساعد؟ قلت لي ابدا انا مش هبقى متواجد تاني الا مدير فني، ويمكن حصل ان حضرتك مشيت. لكن لما بترجع ما شاء الله الامور ماشيه معاك بشكل كويس. هل كابتن ميمي هيفضل في هذه الجزئيه باستمرار مع نادي سموحه، ولا خلاص الامور مستقره معاك بشكل كبير وهتفضل ممتده مع نادي سموحه؟ انا نادي سموحه من سنين وفي حاجه مش بتصام. انا بصراحه بشتغل مع راجل خلي بالك انا بحبه وهو بيحبني ولما هو كيمياء في كيمياء عامه يعني ده سؤال دلوقتي بالتالي انا في المواقع قالوا الكابتن علي ماهر اهلا وسهلا راجل محترم ودي سنه الحياه واي حد يجي يكمل، انما هي السؤال اللي انا بساله زي حتى انا اسف في اللفظ انا مش عياش راجل استاذ دكتور في الجامعه والنهارده لعبت الناشئين بتوع اثنين يتكلفوا تيجي تبيعهم يجيبوا لك بتاع حوالي 20 مليون جنيه بثمن لعيبه عيل اسمه ابراهيم عبد القوي ولد اسمه محمود سامي. انما هو السؤال انا مين يفكر الانديه بتاعه مصر زي ما كابتن ماهر بيتكلم وقال مين بيفكر يستعين بيك؟ ده السؤال. انا بحب العمل بحب الشغل ما بحبش اقعد درجة بنزل في الناشئين لو انا مدير قطاع الناشئين الناس مش تقول مدير قطاع التخطيط والكلام ده ساعات بستاذن المدرب وانا هتخطط واعمل برامج والكلام ده وبتاع بنزل امرن لان دي كريسما التمرينات موجوده في جميع العالم. انما انت ايه ارتباطك باللعيب؟ بتخرجك ايه للتمرين؟ بتعمل له ايه وبيتمرن ازاي؟ وشوف هو محتاج ايه؟
وما تديلوش حاجه اعلى منه والكلام ده. فانا بحب الكلام ده. فالسؤال يقول لك ايه يعني؟ لو حد طلبني والناس طبعا برضو برجع استاذن، لان الراجل ده عشت عمري معاه بستاذنه، بقول له حد طلبني وابدا خلاص انطلق يعني. تعرف يا كابتن فاروق انت اخويا كابتن صبحي رجله والقبر يعني خلاص وصلت. لا لا ربنا يستر. ميمي نفسك اتقطع بقى من نزول الطلوع، نفسك اتقطع من نزول الطلوع. عايزين نثبتك بقى. اوعدك ان انت قلت كلام مهم، انه فعلا هناك سمسرة بين قوسين كده يديروا الاغلب العام من الكره المصريه بمدربينها بلاعبتها. اوعدك انه ان شاء الله مع حلم كاس العالم اللي مصر بعون الله مش هتغيب عنه، هنفتح الملف ده من كل جوانبه. الناس دي هي اللي بتحكم قبضتها على كره القدم. لو جينا نقول فرحانين للوصول وتحديث الكره، ممكن يبقوا دول النقطه اللي هتخوفنا. اوعدك هنفتح الملف ده، لانه لا يجوز ابدا تفضل الحكايه بدون معينه. بقولش كلهم، لكن 85% منهم لا احنا نعرف لهم علويين، ولا حد بيدفع ضرائب، ولا في يافطه وانت معدي الا حبايبهم بس. اوعدك حقك مش هيضيع. لكن يا كابتن ميمي، ولكن انت في مكان يعني بتولد نجومك. مجتهد لا هو مجتهد فكره القطاعات يا كابتن ماهر. اه طبعا لا طبعا معلش لا موجوده يا كابتن. لا كمان لا فكره القطاعات دي لازم يبقى فيها الكبار. انت عارف يا كابتن سبب نجاح ميمي عبد الرازق يا كابتن؟ ان هو موجود كرئيس قطاع للناشئين لسموحه، فهو متابع وحافظ الفرقه، حافظ الولاد تحت وحافظ الولاد فوق. فلما بتطلب منه انه يطلع ويأدي زي ما انت بتشوف الحلاوه والجمال والتكتيك واللياقه البدنيه والثقه وعدم الخوف، الراجل بيحرج الكبار. اتفضل يا ميمي. في حاجه يا كابتن مارس انا اصلا اقول لك عليها، اقسم بالله العظيم يا كابتن ماهر، احترام المهنه. الله يجي اقسم بالله العظيم اروح ملعب الفريق الاول. صح. ليه؟ لان اسمك ممكن زي ما انت عارف على صح صح يقول لك جاي قاعد لي قاعد في بتاع الناشئين في حالي طلبني في اي حاجه تحت امر، انما ما بروحش اتفرج على التمرين. طيب. طبعا سؤالي الاخير بقى كابتن دكتور ميمي، حضرتك متواجد مع الفريق الاول السنه الجايه؟ لا 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 المواقع انا 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 عادي يرجع على الجمو بنهايه اخر مباراه. ما انا هل في كلام حدث مع المهندس فرج عامر ان حضرتك متواجد العام القادم كمان؟ الراجل معايا العقد معايا لحد اخر مباراه، وتمام واحترم هذا الراي المفاضي. وحتى الماتشين الاولانيين بتوع المقاولون بتروجيت باشمهندس كان متفق معايا، قال لي ميمي انا عاوزك بس تيجي معايا الماتشين دول لغايه ما اجيب حد. كان في اتفاق يعني. اتفاق. طب بعد الاداء الجميل واللي بيحصل هل يعني المهندس فرج عامر يغير رايه؟ لا هو رجل، لا هو رجل اقتصادي مش هيسيب ابدا دكتور ميمي او يبعده عن المنجم. هو الراجل اللي بيكتشف له كل المواهب بالزبط. وهو حافظ قدراته، وهتلاقيه بياخد رايه في المدير الفني قبل ما يجيبه. هو مستشار فرج عامر الكروي، هو دكتور ميمي عبد الرازق. انا يعني العلاقه وثيقه. وجود ميمي كمان كان عصام هو اللي عامل التوازن. صحيح. في نادي سموحه ده اللي بقوله لحضرتك اداريا وفنيا يعني. ده 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 ده, ده اكثر جدوى عامه. ربنا طبعا بالتوفيق يا كابتن ميمي. يعني حاجه جميله جدا في ظل وجودك في الفريق الاول. يا ما كنت فيا كوين وانت في الاتحاد. لا لا كابتن انا متذكر لو تتذكر سموحه لما صعد للفريق الاول او للدرجه الممتاز، كنت حضرتك متواجد وما انساكمش انت والمهندس فرج عامر لما حصل لي اصابه في ركبتي وجيتوا لي طبعا المستشفى انت والمهندس. في حاجه ثانيه كمان، حضرتك في ماتش الاتحاد لما كنا بنلعب الاتحاد مع البصري مع بورتوفان كان اربعه، لقيت بورتوفان ساب البوتاجاز ثلاث ايام ولع، كان هيولع بورسعيد. ما انا جبت جونين ورا بعض. صح صح. انت جبت جونين لقيته لسه ساب البوتاجاز ولع، كان هيولع بورسعيد. كابتن ميمي بشكرك ونورت وشرفت قناه الاهلي طبعا واستاد الاهلي. كابتن ميمي توفيق ليه. يمكن طبعا دمه خفيف طبعا قوي. ايه البساطه دي وايه الجدعنه؟ هي الامور اداريا احترام المهنه طبعا. يعني راجل متواجد وبيجد وبيتعب واخد بالك وبيثقف نفسه. من ضمن المدربين يا كابتن عصام ميمي عبد الرازق بصراحه اللي له تصنيف وله شكل وله اداء في الدوري الممتاز بصراحه يعني. ومن غير ضجيجه كابتن لا لا خالص ولا حد بيحس بيه. وعلى رايه الامير يعني احنا بس ولا بيجيب ثلاث بيجي خلال قناه النادي الاهلي ملوش حل يعني. تملي بندي حق الناس المحترمين اللي زي ميمي بصراحه. ميمي يعني طبعا من المدربين الاكفاء المحترمين السنه دي، عملوا شغل بشكل كبير جدا. صحيح. وصعبه جدا يا كابتن انك انت تطلع من قطاع الناشئين للفريق الاول ويكون ظروف صعبه مع الفريق الاول،
وتبدا تعمل النتائج دي كل مره كل مره مش اول مره يمكن مره ده كان سؤالي الثالثه ولا الرابعه او رابع مره ما شاء الله برافو عليك ما سابوش في المنطقه دي. طيب خلينا نروح لتقرير عن منافسات الجوله ال 32 و 33 وطبعا كانت مشتعله بشكل كبير في الجولتين دول واضح جدا من خلال النتائج من خلال بقاء بعض خلاص الفرق في الدوري الممتاز وبنقول لهم مبروك طبعا وهارد لك للفرق اللي هتنزل للدرجه. انا يمكن خلاص تحدد خلاص بشكل كبير او خلاص رسميا وجود وادي دجله خلاص في الدوري الممتاز بما يعني كده بنقول ان طنطا والرجاء والنصر خلاص للدرجه الثانيه هارد لك ليهم لكن في زوار جداد للدوري الممتاز كل من الجونه و نجوم المستقبل ثم بنتكلم الثالث مين حرس الحدود طبعا حرس مسلم وصان فاحنا بنتكلم بنبارك لهم طبعا لان عملوا مجهود كبير شفنا نجوم المستقبل ازاي صعد في اخر مباراه امام الترسانه الامور طبعا بالنسبه للدرجه الثانيه كده كابتن كان لازم نجيب سيرتهم كده ونبارك لهم قبل ما نخش على مباراه الاهلي ان برضو مجهود كبير بيحصل في الفرق تحت في الدرجه الثانيه عشان يكونوا موجودين للنور في النور مع الدوري الممتاز. بص في الرغم من خلال برنامجك طبعا عايزين نبارك نجوم المستقبل والجونه وحرس الحدود ونصيحه بقى بنقولها الخبرات اللي احنا شفناها يا كابتن عصام من خلال الاستراتيجيه اللي اتعملت السنه دي الوفد الجديد الاسيوطي. طبعا. الشكل اللي اتعمل محمود الاسيوطي كرئيس النادي وعلي ماهر الاداره. خلاص؟ والاداره يا كابتن عصام اللي كانت ليها رؤيه والاداره اللي كانت باصه للمستقبل الاداره عملت استراتيجيه من خلال فرقه الاسيوطي بعد صعودها من الدرجه الثانيه ومحمود الاسيوطي اختار من خلال الاداره اختار الجهاز الفني اللي يقدر يحقق له هذه الاستراتيجيه وكان توفيق كبير جدا ان هو اختار علي ماهر صحيح واختار هادي خشبه ودول ولاد النادي الاهلي لانه نقل كبير جدا تجربه على بعضها بالظبط انا اسف يعني لقطعتك نقل تجربه هو قال لك النادي الاهلي بيعمل ايه؟ النادي الاهلي بيجيب قطاع للكوره وما يتدخلش بدأها كده طب النادي الاهلي بقى عنده مدير كوره ومدير فني عمل نفس السيستم بالظبط ولا عيبه في التعلم صحيح فانا عايز اقول لك ان الاستراتيجيه دي يا محمد يا كابتن عصام نصيحه طبعا للمؤسسات الكبيره اللي طالعه نجوم المستقبل والجونه وحرس الحدود ان لازم يبقى في استراتيجيه من خلال الاداره من خلال الجهاز الفني تعالك فرقتين كانوا موجودين اوريدي في الدوري الممتاز وعارفين الدوري الممتاز لكن يمكن نجوم المستقبل يعني مره بيطلعوا ينزلوا لكن اداره محترفه بعدوا شويه الفتره اللي فاتت انا عايز اقول لك ان من خلال الدوري العام بقى لنا سنتين ثلاثه محتاجين النصائح دي من بدري صحيح. يبقى عندك الاداره عندها شيء من الوعي زي ما كابتن عصام ما لجاش للسماسره هم اللي يختارون المدير الفني وهم اللي يختارون اللعيبه وهم اللي يفرضوا علينا اللعيبه يفرضوا علينا اللوائح يفرضوا علينا النظام لا ندور ومش عيب احنا كلنا بنتعلم من بعض وكلنا بنستفاد كابتن عصام الخبرات بتيجي من خلال الاحتكاك النهارده عندنا يعني شهاده كلنا بنعتز بيها منظمه الاسيوطي في نفس الوقت عندنا الانتاج الحربي من مؤسسات المنتظمة العسكرية الهائلة فنتمنى ان الوافد القادم من الممتاز به ابدا اتعلم وابدا اخد من الاستراتيجيات دي واخد من الخبرات دي عشان اقدر استفاد منها اذا كان عندي يا كابتن اذا كان عندي اصرار وعزيمه وعندي دوافع ان انا اقعد في الدوري الممتاز دي المباراه الاخيره امام بالظبط بتروجيت كابتن تحول غريب يعني بص ده ال 1 2 الدبل باص اللي اتعمل الهدفين ال 1 2 3 وبعدين انفراد زي جون ازارو كده محمد انفراد كامل وبيقدر بيسجل هدف الهدف الاولاني ل بتروجيت رفع حافز اللاعبين هو والكابتن هادي خشبه وبقوا محسسينهم انهم محترفين بجد عايشين المعسكر بتاعهم يومي هو بيبات معاهم ما بيعملش فيها جراح القلب يروح ماسك المشرط وبعد العمليه يروح وبالتالي قدر طيب. يكسب ثقه لاعب استاذنك بس عصام كابتن ماهر معايا طبعا كابتن طارق العشري المدير الفني لفريق وادي دجله كابتن طارق مساء الخير على حضرتك ومبروك النهارده ومبروك البقاء برضه في نفس الوقت كابتن طارق تكرين يا ابو حميد الله يخليك حياتي ليك كابتن ماهر يا كابتن طارق طارق قلبنا معاك يا طارق والله في المهمه الصعبه دي لكن احنا كنا عارفين انك انت اداه ودود يعني انك انت قادر بخبراتك في الدوري الممتاز وخبراتك خارج مصر انك انت تقدر تنتشل وادي دجله من الظروف الصعبه اللي مرت بيه صحيح تجربه صعبه جدا جدا كانت عليك
الله يكون في عونك. لكن بنحييك طبعا. بنحييك طبعا كابتن طارق. ولكن خليني اسالك بقى يعني. بكلام كابتن ماهر يعني كانت التجربه منذ البدايه كابتن طارق يعني واضح انها صعبه. الامور كانت طالع من لما جيت وبعد كده نزلت شويه بعد كده الامور استقرت في النهايه. ولكن طبعا يعني اهم الاسباب اللي ممكن تقول البقاء في الدوري الممتاز كانت ايه يا كابتن؟ في شك طبعا توفيق ربنا سبحانه وتعالى يعني وتكاتف الجميع من مجلس الاداره للجهاز الفني واللاعبين. يعني الامانه يعني انا برؤيتي البسيطه ان وادي دجله ما بيستحقش المكان اللي هو فيه، ولكن يعني الامور تأزمت شيئا فشيئا، خاصه ان الفريق لما انا استلمت كان في المركز قبل الاخير. والولاد يعني الامانه يعني كان في عدم ثقه بشكل كبير جدا بسبب النتائج السيئه. وفي الشك برضه هم مساهمين بشكل كبير برضه، لان في وقت من الاوقات كان بيحصل فيه استفادات فكانت النقاط بتروح نقطه في الاخرى، لحد ما وصلنا للنهارده اللي قبل الاسبوع الاخير واحنا بنجاهد على ان نتواجد في الدوري الممتاز. طب اتمنى ان يبقى ده درس طبعا قوي جدا جدا من لمجلس الاداره اولا ترتيب البيت وللاعبين نفسهم، ان الامور انت عارف الدوري السنه دي قوي جدا والسنه اللي جايه هيكون اصعب، لابد ان الامور تتخذ بجديه وترتيب، يبقى في بلان جيد جدا جدا وتخطيط جيد جدا جدا للتواجد بشكل قوي، لان النادي يستحق ان هو يتواجد بشكل قوي مع الترتيب الجيد اللي يستحقه النادي. حقيقي انا مع انا كلمه حضرتك جزئيه ترتيب البيت ومجلس الاداره، انا كنت يعني في لقاء مع المهندس ماجد سامي كان بالصدفه من اسبوع وقلت له مش ممكن يكون كم اللاعبين وكم الاداره المحترفه المتواجده في وادي دجله والامور توصل لكده، لكن في الحقيقه هو قال لي البدايه نفسها كابتن طارق هي اللي حملت فريق وادي دجله انه يعني اكثر من يعني في منطقته في وقت من الاوقات. والله شوف يا محمد يعني زي ما قال كابتن ماهر تجربه يعني قاسيه جدا جدا عليا انا، يمكن الحمد لله رب العالمين يمكن مع الحرس احنا يعني حتى البدايات لما كنت وانت عشت معانا كان بداياتنا ما كانتش قوية. صحيح. وبعدين ابتدينا نرتقي شوية بشوية لحد ما الحمد لله الحرس بقى فريق بطولات، خد ثلاث بطولات متتالية ورا بعض. طبعا صحيح. كاسين ثم سوبر وبعدين من فرق كبيرة زي النادي الأهلي ونادي إنبي. وبعدين الأمور ابتدت تأزم شوية. فالتارجت اللي أنت بتلعب عليه هو الفرق التارجت اللي فوق، ودايما الناس بتبص للي فوق. وانا بحب اشتغل ده، ولذلك دي التجربه دي بالنسبه لي كانت تجربه يعني مش عاوز اقول لك يعني تحدي كبير جدا ليا، ولكن في نفس الوقت الله يكون في عونك يا كابتن، ده ضغط عصبي رهيب كبير جدا 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 ان احنا مرينا في يعني بمراحل صعبه جدا جدا جدا، خاصه حتى المباراه اللي النهارده مع نادي الاتحاد كانت مباراه صعبه طبعا، وانك ازاي تعيش الضغوط الكبيره جدا، لكن دي اثرت بالسلب علينا ان الولاد اتحطوا تحت الضغوط، مش اي لاعبين يقدروا يتعاملوا تحت الضغوط دي. صحيح. الحمد لله رب العالمين. كابتن طارق هل من ضمن التغيرات اللي حصلت في فريق وادي دجله هو تغيير طريقه اللعب؟ يعني هل كان فريق وادي دجله في بدايه الموسم بيلعب بطريقه لعب معينه وحضرتك تم تغيير طريقه اللعب بشكل ما؟ شوف لكل مدرب ليه فلسفته وليه طريقه لعبه. بعدين طريقه اللعب بتتحدد حسب القماشه اللي معاك، العناصر بتاعتك هي اللي بتديك الرؤيه بان انت هتلعب بانه طريقه تناسب امكانياتهم عشان تقدر تطلع اقصى ما عندهم. فشيئا فشيئا لما بتبتدي تتعرف على الفريق وتعرف منهم لحد ما بتوصل للتشكيله المنسجمه مع بعض اللي هم يستطيعوا ان هم يعني يحققوا لك احسن اهداف انت عاوز تحققها. فيمكن الحمد لله احنا يمكن ما كناش بنلعب كتير جدا في التشكيله، كنا مثبتين كتير جدا، الخروج والدخول في حدود الضيقه جدا جدا، ويمكن حتى الاصابات لعبت دور كبير جدا والغيابات لعبت دور كبير جدا جدا، ولكن الحمد لله يمكن الثبات برضه اعطى نتائج ايجابيه. الحمد لله النهارده اهوت يعني دجله قبل نهايه الاسبوع الاخير في الدوري الممتاز، وبرضه اكد ان ده برضه مش المكانه اللي يتمنى هتاني. حقيقي. كابتن طارق مكمل ولا لسه ما فيش كلام ولا في كلام واحنا ما عرفناش ولا ايه؟ والله عصام انا كان هدفي انا قعدت مع مستر ماجد قبل بتوليه بست شهور، كان الهدف هو ان احنا ان شاء الله نبقى في الدوري الممتاز. وده كان الهدف الرئيسي بتاعي. ما كنتش بفكر في ان انا اكمل، ما كنتش بفكر ان انا قد اكون مع وادي دجله السنه الجايه وقد اكون خارج وادي دجله السنه الجايه مع نادي اخر. كل هدفي ان الحمد لله رب العالمين الهدف والامانه اللي الواحد اللي ماجد سامي حملها لي
انا بقول له الحمد لله الامانيات والفريق اهو الحمد لله الدور ممتاز، وده اللي يعني اللي بسطني ان انا في حتى في التحدي اللي احنا اللي انا خضته ده الحمد لله برضه ربنا اكرمني واكرم الفريق الحمد لله. وادي دجله في الدوري ممتاز ان شاء الله باذن الله تعالى بيا او من غيري لابد ان خططوا صح عشان يتواجدوا بشكل قوي في المرحله القادمه. موافق يا كابتن. طب في ليه كابتن طارق والف مبروك النهارده طبعا النتيجه وبقائكم في الدوري الممتاز، والمهمه اللي انت بتتكلم عليها هو بقاء وادي دجله في الدوري الممتاز ونجحت فيها بشكل كبير كابتن طارق العشر واحد مدربين المميزين يعني سواء بقى في حرس حدود كان كنت متواجد معاه طبعا وجود كابتن حلمي ثم كابتن طارق كمدير فني الامور الصراحه كانت الخواجه المصري لكن صراحه واحد من المدربين المميزين كابتن طارق عشر. عودة لكم من جديد. خليني قبل ما اروح اتكلم على مباراه الغد الاهلي وبتروجيت اقول بس لحضراتكم ان الاهلي طبعا بقطاع ناشئين اكيد مميز باستمرار، الاهلي مواليد 2000 بيفوز على الزمالك 3-1 ويتوج ببطوله دوري القطاعات للشباب. طبعا هذا الفريق بيقوده كابتن احمد سراج مديرا فنيا لهذا الفريق. الحمد لله طبعا يعني مجموعه الناشئين اللي موجوده في النادي الاهلي ودائما حصولنا على البطولات ده مهم جدا، وانك بتغرس في القطاع نفسه جزئيه الحصول على البطولات والفوز في كل مباراه، لكن طبعا دائما لقاءات القمه ما بين الفرقتين الاهلي والزمالك بيبقى ليها شكل خاص حتى في الناشئين بالنسبه لفرق الاهلي والزمالك. النهارده الحمد لله بيتوج فريق النادي الاهلي ببطل هذه البطوله مواليد 2000 ويفوزوا على نادي الزمالك 3-1. كابتن عامه ده المباراه امامنا طبعا هذه هي المباراه استاذ عصام كابتن ماهر وفوز النادي الاهلي 3-1 في مباراه اكيد خلاص دي كانت الفيصل تقريبا في هذه البطوله وبيتوج طبعا النادي الاهلي ببطوله 2000 لدوري القطاعات. مبروك طبعا لقطاع الناشئين الدكتور عمرو ابو المجد وخالد جد الله ومحمود صالح وكامل حفني ومجلس اداره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي والقطاع طبعا اللي احنا بيفرغ لنا النجوم الكبار اللي احنا بنشوفهم في الفريق الاول او في حاله التسويق للدوري الاوروبي. احمد سراج يعني من المدربين الاكفاء، ابن من ابناء النادي الاهلي، معاه فرقه 2000 من الفرق المميزه في النادي الاهلي، احنا شايفين جمل بتتعمل كمان. خلي بالك كابتن فريق الزمالك كمان في السن ده فرق كويس فريق قوي جدا جدا جدا. انا متابع السن ده لان سراج طبعا صديق ليا ويعني جيل يعني بصراحه يعني واضح كمان يا محمد ان الناس بتلعب بسيستم وبشكل وبطريقه لعب، يعني حتى الكره الثابته زي الكبار يعني فاول تكتيكي اتعمل بشكل كبير على العارضه البعيده وبعدين الراجل صلحها بضربه راس جميله للمندفع من الخلف. حتى الكثافه العدديه واضح ان في جرأه بالنسبه للناشئين في حته الكثافه العدديه واحراز الاهداف. عايز اقول لك ان قطاع الناشئين بالدكتور عمرو، دكتور عمرو طبعا من اساتذتنا، راجل مربي على اعلى مستوى، شخصيه من الشخصيات الممتازه، يمكن بيدير القطاع هذا السنه دي بشكل احترافي. بص يعني لسه بنتكلم لسه مخرجنا بيعدلنا الهدف بشكل جميل، وده بتحسب كمان يا كابتن عصام محمد للاداره الفنيه لما يبقى المدرب عنده جمله وجملتين في المباريات اللي بالشكل ده بيتمرنوا عليها وبيتعلموها وبينفذوها، فبتحسب بدرجه كبيره جدا للتفوق التدريبي لاحمد سراج. وان في السن ده كمان يا محمد لما تبدا تحفظ يعني اللاعب بيحفظ وبيبدا ينفذ ما يتعبكش لما يطلع الفريق الاول، يعني بيسهل لك بشكل كبير جدا، فده اللي احنا محتاجينه. يعني يا كابتن عصام محتاجين القاعده اللي تحت تتعلم بشكل كبير جدا عشان لما يطلع الفريق الاول. كابتن وانتوا يعني كنتوا مدربين ومدربين كبار في قطاع ناشئين، كان كابتن احمد ماهر، كابتن احمد ماهر، كابتن احمد عبد الباقي، يعني شوقي عبد الشافي، كابتن مختار، حسام البدري، كابتن محمد عامر، محمد عامر حفظونا، فيعني خلاص بقينا حافظين طالعين استاذ عصام عارفين بنعمل ايه في الفريق الاول. اي بقى مدير فني اجنبي بالزبط. يجي مدير فني مصري موجود سهل الماموريه، عارفين سهل ده قطاع ناشئين استاذ عصام فني. يعني في الواحد بيحلم انه الانديه تنتهج النهج بتاع بره، ان الاستراتيجي
ويعني الواحد بس عايز يفضل الله عليك يعني من تحت لفوق واحد في صح. مش فكره لازم تلعب لا. بنفس الطريقه لكن لازم نفس الاداء بالزبط. ونفس الواجبات بالزبط. بيقولوا عشان لما تحتاج لعيب أيوة. يطلع تلعيب. عارف هيعمل ايه النادي الاهلي كان بدا ما ما, ما رؤيه طبعا مايسترو كابتن جاري الحسن وكابتن خطيب لا ده مؤخرا كمان مؤخرا ده من ايام ما شاء الله ايامنا احنا فريق الامل فريق الامل فريق الامل ثم تطورت عشان تبقى زي اوروبا مع هذا الثلاثي العظيم اللي منهم دلوقتي كابتن حمود الخطيب ربنا يديله الصحه هي فكره الترابط بين القطاع والفريق الفريق الاول بالظبط عارف كابتن عصام الكابتن حسام كان بيتكلم كان في برنامج مع الكابتن احمد شوبير وقال لك ان احنا ده اللي فادنا زمان ان احنا كلنا كنا فريق اول لحد مدرسه الكوره موجودين في الجزيره ايوه فطبعا الدنيا متشافه يا محمد واخد بالك احنا صغيرين شايفين الفريق الاول وهو بيتمرن وكنا نقعد بعد التمرين نتفرج على الفريق الاول وبعدين يا كابتن عصام كنا بنتفرج على المثل الاعلى بالنسبه لنا الله. يعني انا مثلا كابتن حسن حمدي بيعمل ايه كابتن مصطفى يونس بيعمل ايه واخد بالك كابتن محمود الخطيب بيعمل ايه صفوت عبد الحليم بيعمل ايه فانت النهارده مع الاسف المشوار بعد يعني حسام كان بيتكلم في مقال جميل جدا في حديث مع كابتن شوبير قال له يا كابتن شوبير انا ما بقدرش انسق مع مدينه نصر للمشوار بعيد عني اروح فين بالظبط لكن مع هذا حاطط ايديا برضك حاطط ايديا مع احمد ايوب بينسق معاهم بشكل كبير جدا نسق مع كابتن عمرو في المباريات الحبيه اللي الفريق الاول بيحتاجها فعلا بيبعتوا للكابتن عمرو كابتن عمرو بيبعت اكتر من 12 ولد موجودين في القطاع بيشاركوا مع الفريق الاول بصفه اساسيه في كل المباريات التجريبيه للنادي الاهلي بيحتاجها فانا عايز اقول لك ان التنسيق ده مهم جدا يبقى فيه استراتيجيه زي ما انت قلت بين المدير الفني اللي موجود وبين المدير الفني لقطاع الناشئين زي ما قلنا عشان نقدر نشوف احتياجات الفريق الاول لما يحتاج باك ليفت يقدر يلاقي قلب دفاع يقدر يلاقي راس حربه يقدر يلاقي ومليانه يعني عارف ذهب ياقوت مرجان بس الاداره صحيح النادي الاهلي بقى الاداره طبعا انا بقول لك بس صحيح. الاداره صحيح. تخيل بقى ان انها تنتشر فكره الاداره بهذه الطريقه الحديثه جميع الانديه صحيح يا سلام تفرق كتير للكره المصريه خلينا نروح لتقرير عن مباراه الغد مباراه الاهلي وبتروجيت وارجع بقى نكمل كلامنا عليها يعني قدامنا حوالي تلت ساعه كده نقدر نتكلم على مباراه الغد يعني كان نفسي اتكلم برضو على محمد صلاح معاكم لكن طبعا خلينا نشوف بكره عندنا حاجه مهمه بالنسبه له نروح بس للتقرير المقاولين لا المقاولين عاملين الاحتفاليه في التوقيت بتاع حفل الاختيار ان شاء الله ان شاء الله يعني. يا رب يكون من نصيب محمد صلاح خلينا نروح للتقرير وارجع اكمل كلامي مع ضيوف في الاستوديو قائمه بكره ان شاء الله للنادي الاهلي هتكون فيها كل من شريف اكرامي وعلي لطفي ورمضان مصطفى سعد سمير ومحمد نجيب واحمد فتحي ومحمد هاني وباسم علي وصابر رحيل وبالنسبه لخط الوسط هيكون فيه عمرو السوليه وهشام محمد ومحمد شريف وليد سليمان كريم ندفد ميدو جابر حسام غالي احمد حمدي اسلام محارب اما بالنسبه للهجوم فكل من وليد ازارو ومروان محسن يمكن بعض اللاعبين اللي غايبين نتيجه اصابات حسام عاشور علي معلول وباكا واكرم توفيق واحمد حمودي ومحمود الجزار و احمد ياسر ريان دول بالنسبه للاصابات كل طبعا من محمد الشناوي خرج من القائمه وجونيور اجايه وايمن اشرف ايضا دول انضموا للمستبعدين عن هذا اللقاء كابتن مالك يمكن دي قائمه الفريق مباراه الغد مباراه استكمالا بالنسبه للجهاز الفني والنادي الاهلي في ضرب ارقام قياسيه بالنسبه لهذا الموسم والوصول دائما لارقام ممكن تكون مختلفه عن وقت سابق بالنسبه لكابتن حسام البدري وبالنسبه للاعبين ايضا بالظبط محمد ارقام بتحسب لحسام البدري يعني حسام البدري بيسطر تاريخه بالنسبه للمدربين الفنيين ابناء النادي الاهلي المخلصين يمكن الكابتن جاري يمكن مثلنا الاعلى لكن ساعات يا كابتن عصام ان التلميذ بيتفوق على الاستاذ وارد فانا شايف ان حسام البدري في المرحله دي رايح للتصدير ده يعني اخرها يمكن كابتن عصام ان هو المباراه اللي فاتت فوز النادي الاهلي قدر السنه دي انه يفوز على كل 18 فرقه اللي موجودين في الدوري الممتاز وده انجاز بيحسب لحسام البدري في السنه الثانيه على التوالي السنه الاولى يمكن يا كابتن عصام كان في انجاز مسبوق ما حصلش قبل كده ان النادي الاهلي ما خسرش ورا مباراه يعني ده انجاز صحيح. انجاز بيحسب للجهاز الفني واللاعبين انك انت ما بتخسرش ورا مباراه
دي يعني في حد ذاتها صعبه جدا لو رجعنا بالزمن يا كابتن حسام، تفتكر ايام دمياط، ايام جون ريحان والشبكه العظيمه بتاعت اكرامي، مظبوط شبكه الاهلي يا زلمه. احنا قعدنا يمكن الاسبوع ال 15 ما يخش فينا جول، جيل السبعينات، لكن كان يمكن او الاسبوع ال 16 ولا كابتن يعني. لكن طبعا ريحان جه، يمكن كان الحاج حليم الله يرحمه عامل 500 جنيه كانت مكافاه للي يسجل هدف في الشبكه العذراء شبكه اكرامي. النهارده حسام البدري بيحقق انجازات يا كابتن عصام بصراحه مسبوقه، او زي ما قلت لك ممكن يتفوق على استاذه عمنا كلنا الله يرحمه وعم التدريب الكابتن محمود الجواري. يعني حسام بشخصيته كمان يا كابتن عصام، ما تقعد تفكر كده ايه الشخصيه القويه دي اللي بتقدر تسيطر على 29 لعيبه محمد. النهارده عندنا نجوم صحيح. عرب ونجوم افارقه على اعلى مستوى، يمكن قوام المنتخب القومي معظمهم بين ابناء النادي الاهلي، وازاي تسيطر على المجموعه دي. والحمد لله لحد دلوقتي سنتين يا كابتن عصام ما سمعناش مشكله من اي لاعب اداريه او فنيه صحيح. ربنا يبعد المشاكل يعني. لا يعني هي اتفضل الاداره يعني هنرجع ليها هي محتاجين دايما نشاور عليها. احنا بنتعلم منها. انا ببقى غلطان لما اقول ان الاداره الفنيه مرتبطه بالاداره لا طبعا هي كده طبعا هي كده هي كده بس ربطة ايه يعني انت ناجح في الاداره نفسها هتنجح بعد ما بيسلمك المفتاح بيغادر، ما هو اللي حضر لك كل حاجه. عشان كده في الاخر انت دايما بتذكر في التاريخ من كان مجلس الاداره بالزبط. في الاوقات اللي بيقولها الكابتن مان ازاي تحقق انجاز غير مسبوق في جيل الجوهري. انت مؤرخ كمان بشكل مميز جدا. هل تتذكر ما يعني جيل النادي الاهلي مثلا ما حصلش على بطوله، او ما كان جيل مش حلو مثلا، مش عايز اقول سيء، لا جيل مش حلو مثلا؟ لا ايام راجل خواجه اسمه بطلر اقول لي كده كده احنا كل يعني كل اخذ بطولات ومع ذلك لم تهتز الاداره، وجابت الكابتن انور سلامه بالظبط صلاح حسني نفس الكبار صح. لكن حصلوا على بطولات حصل بعديها على كاس مصر في مباراه الشهيره بالظبط كده ايمن شوقي بالظبط حصل على كاس مصر. الاهلي لا يخرج خالي وفاضي من اي موسم بطبيعه الحال. في جيل تاني برضو يعني قريب شويه من غير ذكر اسماء يعني اظن كان في لا كشري كان قبلهم مجموعه كده برضو جت النادي الاهلي فجاه كان حتى في قله مواهب في مصر كلها الحقيقه مش وحتى بجد كابتن عصام لو تفتكر محمود عبد الحي وشبيطه واخد بالك ما حققوش برضك حاجه مع النادي الاهلي. الله ينور عليك. لما جه كابتن صالح بقى جاب هدوكوتي والتلامذه والتوليه حاجات بسيطه يعني مش لا ده هي بتاعت كابتن محمود عبد الحي بس على الاقل كان في انتصارات في المواسم دي. كابتن عبد الشافي بعد كده لكن كنا في المركز ال 13 و 14 مستوى الموسم غلب الزمالك محمود عبد الحي جاب جون في حسن مختار الله يرحمه بالظبط حسني كمان اسماعيلي يا خبر ابيض وادي انجاز برضو وقتها يحسب ان انت في البطولات الخاصه قدرت تفرح لكن جمهورة. بتعرف بسرعه ترجع اداريا فورا وبالتالي فنيا لان الاداره ما بتهتزش. بقول لحضرتك الراجل باتلر ده مش خدع في الاهلي لم يكن مناسبا ومع ذلك لا يلا يا جدع انت من الراجل الانجليزي ده انور سلامه فجاه بقى هو المدير الفني من غير ما حد يعرف. عرفنا بعد 20 سنه اما كبرنا انه ده حصل والراجل بيقف باحترامه كابتن انور بيدور الشغلانه وطلع الجيل القادم لكنه مع الخماسي الكبير وهو يعتزل جاب لهم كاس مصر وبعدها توالت بقى الحاجات. حتى الجيل اللي بقول لحضرتك عليه الاهلي بقى في المركز الخامس والرابع الناس شافوا ضبابيه اظن وقتها الاهلي لعب نهائي كاس. وانا اذكر كابتن ماهر لما كان بطوله من البطولات السبعه اللي احنا خدناها بطوله الدوري المتتاليه الاهلي كان يبتعد عن نادي الزمالك 13 نقطه ايام هولمان السنه الاولى ده 13 سنه يعني بتاع فريق الاهلي كان صعبه جدا كابتن صالح. انا فاكر احنا تعادلنا في المقاولين العرب كابتن صالح لان انا ابقى متواجد في الفريق الاول صح محمد اتعادلنا مع الفريق المقاولين العرب يا كابتن في المقاولين العرب فوق في الجبل الاصفر واخد بالك. وبعدين كان مستر هولمان اللي بيتولى هولمان الالماني طبعا فهولمان قال محسن طنطا الله يرحمه ثبت البطل ساله سؤال قال له مستر هولمان هل فعلا نقدر نرجع للبطوله مره ثانيه؟ قال له يا ثابت صعب قوي 13 بونت بينك وبين المنافس التقليدي انا شايف شيء من الصعب. فانا فاكر الكابتن ثابت قال له لا الكره فيها شيء من الصعب انا هطلع واقول ان الدوري في الملعب الدوري في الملعب وكانت مقوله يا كابتن سبحان الله افتكر واحده تاني لا كمل حضرتك تاني. وبعدين يا كابتن فضلنا نكسب بقى انا افتكر ان احنا بعد المباراه اخذنا لعبتنا ورحنا النادي صالح بقى قفلنا على نفسنا كابتن حسن حمدي لما جه زار الفريق وطلب من اللعيبه يا كابتن لهم انتوا عايزين ايه؟ وقالوا لكم عايزين الدوري 3-1 قال لهم
اكسبوا انتوا بالظبط ده اللي حصل. ايوه ايوه ده اللي حصل بعد ما كولة الكابتن فعلا اخذنا اخذنا المباراه كلها كؤوس. محمد لو اكسبوا انتوا كسبنا كل المباريات في الدور الثاني. ايوه يعني الزمالك بدا يتعطل بقى المباراه ورا الثانيه 13 بونت بفريق احمد الكاس واشرف فريق الاحلام وقتها طبعا خلاص انت فاكر طبعا. طبعا الوقت ده كان فيه برضه حادثه اطلق على فريق الزمالك فريق الاحلام مش السنه دي تقريبا كابتن الزمالك انسحب من المباراه بتاعته ولا انا غلطان؟ فاكر انت المباراه الاهلي والزمالك لا 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 بعد كده الموسم ده لا بعد كده تاني لكن ده موسم 3-1 المباراه خدنا 7 سنين دوري انا بقول لك دي علامات فارقه مردودها الاداره صحيح فعلا مردودها الاداره. خلينا اكلمك على مباراه الغد وهي تعتبر تجهيز بشكل ما تجهيز لمباراه الاهلي والزمالك في لقاء القمه والاهلي والترجي لا بس خلينا في البطوله الخاصه يعني طبعا طبعا اصل ماتش تقيل قوي بتاع 4 مايو بس الاهلي اداه. بص انا يعني الله يكون في عون طبعا كابتن حسام البدري لما اتكلم ان انا هلعب ايوه يوم 26 ومفروض يوم 30 ما اعرفش صوتي المفروض وانا غلطان احدد في كاس مصر ثم يوم 4 الترجي الترجي ثم يوم 11 حسام غالي اعتزاله في الامارات والسفر الى اوغندا واللعب يوم 15 يعني الله يكون في عون الصراحه. طبعا بس شوف طبعا ربنا في عون كل مجتهد لكن هي الفكره حسام كل اللي قاله ايه البدريولا زي ما جمهور الاهلي بيحب يناديه كل اللي قاله ايه عندي حاجات صعبه لكن ما قالش يا واقعه وهنعمل يا ترى كل الحكايه انه عرض على الناس واظن انه لما بيعرض للراي العام بيحفز لعيبته يعني بتبقى الرساله مش لينا احنا كمتلقي بتبقى للاعيبته خلي بالكم يعني بيقولها لهم حتى وهو على الهواء حتى في تصريح في جورنال خلي بالكم رساله من غير رساله لانه اكيد اكيد مع الشريحه الكبرى زي الاهلي والزمالك وكل العالم مع الكبار يعني التمرين بيبقى مستمر ما هو مش يعمل لهم استعدادات خاص مره لكذا ومره لماذا لا ده مش عوايد الكبار لكن حتى هو يتحدث للراي العام بيركز ان لاعبين رساله توصل لهم ان امامنا منازلات منها ما هو دوري خاص جدا الا وهي مباراه القمه الاهلي والزمالك وفي القمم ما تقوليش الزمالك فين والاهلي فين ولا 30 نقطه دي بطوله هذه هي بطوله بكل ما تحمل صح الكلمه صح ومن ثم يخرج منها للقاء الاسيوطي مع ابنه علي ماهر اللي عامل حاله وطفره مدرب على اعتاب بدء بقى طالما قلنا صفحات التاريخ حضرتك كابتن ماهر بدا بقى كتاب تاريخه يا عين علي ماهر الحقيقه يعني سلام عليك. وانا بقول لك انه اكيد علي ماهر ده هيبقى من الكبار حقيقه في كره القدم المصريه زي ما البدريولا عمل وزي ما حسام حسن عمل وبالتالي هتطلع من الاسيوطي تروح رايح بلاعب فرقه ثقيله كرويا الترجي التونسي لكن مع الاهلي مش هتفرق ثم مغادره للعب مباراه في اعتزال الكابتين وحسام غالي يعني لازم تقول له يعني سلام. مبروك على النادي الاهلي قيمه وقامه وان شاء الله في ما هو قريب حاجه كده شخصيه اداريه جديده ان شاء الله في النادي الاهلي وبالتالي انت رايح على كامبالا سيتي هو ده تروح عامل يساوي كده زي بتاع الحساب زمان الاهلي الفرصه لمباراه الغد بالنسبه للاعبين هل كابتن حسام هيجهز اللاعبين اللي هيلعبوا مباراه الاهلي والزمالك؟ بص يا محمد احنا اتكلمنا يمكن من خلال سنتين يا كابتن عصام ان في شفافيه وعداله من الجهاز الفني في تدوير اللاعبين بشكل ممتاز ليحسب لحسام البدري كل الناس شاركت وكل الناس خدت والمنافسه كمان الجميله يا كابتن عصام مش عايز اقول لك الاساسي والبديل لان كلهم لعيبه اساسيين لكن كل الناس بتحارب عشان تشارك وده يمكن اللي عامل دافع لفرقه النادي الاهلي عامل حاله للعيبه النادي الاهلي كل الناس متشوقه بتفضل تنام وتقوم عايزه تلعب تنام وتقوم عايزه تكسب ودي زي ما بقول لك شخصيه المدرب اللي فرضها حسام على هؤلاء اللاعبين خلوا اللاعبين موجودين في دوافع مستمره سيبك من المؤسسه لان المؤسسه معروفه دي طبيعتها في حته الدوافع والانتصارات والمكاسب و فالنهارده حسام بيقفل ملف بيخش في ملف تاني يا كابتن ده نتيجه تركيز من الجهاز الفني والاداري والطبي واللاعبين حتى تحليل المباريات الفنيه يعني حسام كان بيتكلم ان كل مباراه بالنسبه له تركيز كل مباراه بالنسبه له احترام كل للخصم كل مباراه بالنسبه له ثلاث نقاط بالمكسب والحلاوه اللي بيأدوها الدور الثاني الكره اللي فيها الوان تاتش
اللي احنا شفناها الجديده على النادي الاهلي، حتى يمكن جمهور النادي الاهلي مستمتع من خلال الدور الثاني، حتى الناس قالت ان النادي الاهلي بدا يلعب كره عالميه قريبه من برشلونه، وده بيسعد جمهور النادي الاهلي. صحيح. جمهور النادي الاهلي دلوقتي بيهمه الثلاث نقاط، بيهمه البطوله، وفي نفس الوقت الاداء المتميز اللي عليه لعيبه النادي الاهلي. لو مش الصبر على حسام البدري في ظل، مش في ظل الصبر عليه عشان هو يبقى مدرب، لا، الصبر في ظل المتغيرات وهذه الكثره العدديه من اللاعبين، لو لم تكن الاداره واعيه الصبر عليه ما كانش قدر يخلق الحاله الفنيه العظيمه دي ويحفظ كابتن 29. اظن يعني، وده مش سر خلاص، الدنيا مفتوحه، انه في راحات من الراحات دي هي استشفاء لبعض النجوم لمباراه الزمالك، يعني مش حكايه انه الناس بره التشكيل لا بروجيت، لا, 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 لا هو مش الناس زي ما حضرتك قلت. طب قول لي مستعده لله بكره ممكن نكون من خلال القائمه اللي احنا متهيألي شريف اكرامي طبعا ما دام موجود هيلعب، لانه كان في خطا اداري في المباراه اللي فاتت. نجيب وسعد ما فيش حلول غيرهم. ناحيه اليمين محمد هاني اكيد هيبقى موجود طبعا، وبديله مش بديله هو يعني هيتنافس عليها محمد هاني وباسم. ناحيه الشمال اظن صبر رحيل موجود بصفه اساسيه. انا حاسس ان احمد فتحي هيلعب في نص الملعب او يبقى موجود يعني ايه في بنك الاحتياط. انا دايما بقول ان الاهلي والزمالك والاسماعيلي الكبار عموما ما بيبقاش عنده ايه بدلاء. لا، حتى الكابتن ماهر وهو بيقول بتحفظ ما قالش بدلاء، قال بيدور 29 نجم، وبالتالي ده تعتبره احتياطي في بنك الذهبي للاهلي، مش حكايه بديل قاعد على دكه. لا، ده انت بس عندك بتروح تاخد من رصيدك. صحيح. عندك هشام احمد بيقوم بشكل احمد بالظبط. احمد فتحي ممكن يبقى بيلتقط الانفاس لكنه موجود. طبعا الكابتينو اكيد ليه دور اساسي محطوط في التشكيل. عندك السوليه برضو جاهز وحاضر في الميعاد. هشام محمد اكيد هياخد، انا بس مش قادر احصرها في رباعي او ثلاثي فقط في منتصف الملعب. اعتقد انه مروان محسن هيبقى ليه دور في المباراه دي. هو محتاج يلعب قبل ماتش الزمالك. والحاوي طبعا وليد سليمان الناس هتبقى مبسوطه لو شافته، او برضه يحتفظ بيه في رصيد الغطاء الذهبي اللي قاعد جنبه، لانه عنده زي ما حضرتك قلت ثلاث اربع كده قمم ورا بعضيها يعني. الله يكون في عونهم اللعيبه والجهاز. وبالتالي مش هتخرج عن الاسماء دي. ازارو هيبقى موجود. انا بحاول يعني ابقى معاك في حوالي 13 لاعب 14 لاعب، مش قادر احكمها في 11. هو عامه هو حته الثبات في التشكيل موجود عند كابتن حسام، ولكن في المباراه الاخيره كمان غير كتير كابتن حسام البدري، وده في حد ذاته يعني كويس مهم جدا. عشان بقى في ثبات في الطريقه زي ما بالظبط الطريقه موجوده، لكن التغيير في العناصر يعني عندك عناصر كابتن بالنسبه لحضرتك. وهم كمان حافظوا كمان يا كابتن عصام طريقه 4-2-3-1، كل الناس اللعيبه هضموها بشكل جيد. اي حد بيخش بيكمل، واخد بالك؟ طب حاجه لا قريب جدا من كابتن عصام يعني. شريف اكرامي رحيل ناحيه الشمال، هاني ناحيه اليمين، نجيب وسعد، ويمكن السوليه وهشام محمد، ميدو جابر ووليد سليمان، ويمكن ازارو يبدا بيه على اساس ان ازارو يعني بيحقق رقم هداف 18 هدف فيكمل مشوار التهديف بالنسبه له. كل الاوراق يا كابتن اللي انت اتكلمت عليها كبدلاء ما شاء الله يا كابتن بقت حاجه سمه جميله جدا. فانت دلوقتي لما بتغير المدير الفني اللي بيغير من بره لجوه، واخد بالك، بقت ايجابيه بشكل كبير. يعني اسلام محارب بقى ورقه مكسب بشكل كبير جدا. صحيح. للنادي الاهلي في اي وقت بيقدر يغير شكل واداء. صحيح. وطريقه اللعب، وبيساعد كمان على احراز الاهداف اذا كان مروان محسن بينزل الشوط الثاني لو ازاره موجود. من وجهه نظر الفنيه ممكن كابتن حسام يدي مروان جزء من المباراه دي، لان زي ما انت قلت كابتن لا يديله جزء، لانك انت محتاج رايح على مباراه قمه. يهمك جدا كمان انك انت مباراه القمه زي ما احنا اتكلمنا ان دي مباراه بتعتبر ليها طابع خاص، بطوله لوحدها. صحيح. ما تفرقش بقى مين الاول مين الثاني، مين خد بطوله الدوري مين ما خدش بطوله الدوري. الزمالك عنده دوافع انه يكسب النادي الاهلي ويبدا ترجع ثقه الجهاز واللاعبين. والنادي الاهلي حسام يهمه انه يكسب ويزود من تاريخه في مكسبه لنادي الزمالك، ويزود في تاريخه من احراز البطولات واحراز الالقاب. فانا شايف يا كابتن عصام
اي 11 بكره هيبدا بكابتن حسام. الله يكون في عون بتروجيت. خليني اروح طبعا انا لسه كنت عايز اساله على دوافع بتروجيت مباراه بكره لانه مطمن بشكل كبير وجوده في الدوري الممتاز. لكن اروح سريعا لزميلنا محمد سعيد على الهاتف, وهو كان متواجد النهارده في تمرينه النادي الاهلي النهارده فريق النادي الاهلي, واكيد ملامح التشكيل ممكن تبقى موجوده من خلال تواجده في التمرين النهارده. محمد مساء الخير عليك. مساء الخير كابتن محمد فاروق, اهلا بيك واهلا بضيوفك الاستاذ عصام شلتوت والكابتن ماهر همام وكل مشاهديك الكرام. اهلا محمد. يعني اكيد بوادر التشكيل ممكن تكون متواجده من خلال النهارده التمرينه, وايضا بعض الامور الخاصه بالتدريبات واللي ركز عليها كابتن حسام البدري في تدريبه اليوم. هو طبعا كابتن فاروق من البدايه انا عايز اقول لك يمكن النهارده لاحظنا بشكل كبير ان الكابتن حسام البدري ابتدى يشتغل على تخفيف الحمل البدني لعدد معين من اللاعبين, خاصه مع قرب نهايه الموسم واحتياجه لرفع معدل اللياقه البدنيه في فتره معينه خلال شهر مايو ما بين مباراه الترجي التونسي ومباراه كامبالا سيتي الاوغندي. فابتدى الجهاز الفني يشتغل على العامل البدني والتحضير للمباريات الافريقيه, ده ظهر النهارده في تدريب عدد من اللاعبين وتخفيف الحمل البدني عليهم سواء في المران البدني في بدايه التدريب او في التقسيمه الفنيه وعدم استكمال عدد من اللاعبين وعدم دخول ايضا عدد من اللاعبين هذه الجزئيه الفنيه في التقسيمه الجماعيه. بخلاف ذلك ابتدى الجهاز الفني يحضر عدد من اللاعبين الاخرين في مباراه بتروجيت والزمالك كتحضير لمباراه الترجي التونسي. والجهاز الفني حتى في اختياره لقائمه النهارده مباراه بتروجيت اللي سافر بها للسويس في صباح هذا اليوم, يعني لما اختار شريف اكرامي في القائمه لان شريف اكرامي هيكون اساسي في تشكيله بكره باذن الله امام فريق بتروجيت. متواجد يمكن باسم علي راجع من الاصابه, متواجد كمان محمد هاني, متواجد كمان احمد فتحي, لكن بالطبع وجود سعد سمير في خط الدفاع هيبقى اساسي, بجوار هيكون محمد هاني, كظهير ايمن هيكون موجود احمد فتحي, كظهير ايسر هيكون موجود صبر رحيل, لان كمان غياب يعني ايمن اشرف وغياب محمد نجيل عن مباراه بتروجيت هيكون في دفع لمحمد هاني في مركز المساك, وهيكون احمد فتحي في مركز الظهير الايمن لان باسم علي عائد من اصابه طويله كانت ابعدته فتره كبيره وما كانش بيشارك في المباريات. وسط الارتكاز بالطبع احنا عارفين ان يعني كمان موجود عمرو السليه بعد غيابه المباراه السابقه, هشام محمد متواجد كان شارك اساسي في المباراه الماضيه, حسام غالي متواجد في التشكيله بشكل اساسي, يعني غالبا بشكل اساسي في التشكيله الاساسيه هيكون متواجد عمرو السليه وهشام محمد, وحسام غالي هيكون موجود على دكه البدلاء كاحد الاوراق الجهاز الفني يعتمد عليها خلال الشوط الثاني. في الامام في يعني العديد من اللاعبين, احمد حمدي ظهر بشكل جيد في المباراه السابقه, ميدو جابر الجهاز الفني بيعتمد عليه في المباريات الاخيره لكن يتبقى بس مساله الفينش, الجهاز الفني بيشتغل عليه في التدريبات وممكن بنلاحظ بعد التدريبات التخصصيه لكابتن حسام البدري مع عدد من اللاعبين, ايضا متواجد مروان محسن ووليد ازارو, اسلام محارب كاحد العناصر البديله كابتن حسام بيعتمد عليها, وجود وليد سليمان, يعني دي العناصر الاقرب للتواجد في تشكيله مباراه الغد. في ظل عدد من الغيابات او عدد من اللاعبين الجهاز الفني بيحاول ان هو يعني يبقى نسبه وتناسب ما بين الدفع بعدد من اللاعبين الغايبين لفترات طويله او تحضير عدد لاعبين اخرين للمباريات الافريقيه القادمه في ظل ان بطوله الدوري اتحسمت بشكل كبير, والتمرين في النهايه بيكون في تقسيمه او في جزء تخصصي على تنفيذ بعض الجمل التكتيكيه او التسديد من مسافات بعيده والكرات العرضيه. يا كابتن محمد انا بشكرك, واكيد تشكيله ممكن تكون عشان انت اكيد متواجد في الرؤيه عندك ممكن تبقى اكثر, فممكن نشوف اللاعبين دول تغييرات مش كبيره كابتن ماهر كابتن عصام عن اللي انتوا اتكلمتوا عليها, لكن طبعا يهمنا في المكسب في بكره هو المكسب في الاول وفي الاخر, وترجع لجزئيه تكسير ارقام القياسيه بالنسبه للنادي الاهلي وتجهيز لمباراه الزمالك والمباريات القويه. على فكره هي مباريات متتاليه قويه, كل مباراه هي بطوله, الاهلي والزمالك فهي بطوله, الاسيوطي في كاس مصر بطوله ثانيه مختلفه, ثم الترجي بطوله, وحتى مباراه حسام غالي في الاحتفاليه بتاعته لازم ما ينفعش ابدا بشكل عليك بالكابتينو والنادي الاهلي, لا والجمهور اللي هناك والجاليه الكبيره اللي هناك. خلي بالك بقى ان كامبالا سيتي ده والكابتن ماهر مش عارف انتوا لحقتوه ولا لا, ده من الفرق مواليد كره القدم ايام ما كانت لكينيا بالظبط, قبل بلاد كتير على فكره. كامبالا سيتي ده كان فرقه معروفه ومش شياطه في افريقيا
بما يعني انها مش فرقه هفق يعني. لا طبعا لا, لا واحنا اصلا اي فرقه احنا بنعمل لها حساب اصلا. في نقطه كمان يا كابتن محمد, كابتن عصام يمكن ذكرها محمد سعيد, هي حته فنيه مهمه قوي, ان حسام البدري بيحافظ على العامل البدني واخد بالك, وبيحاول انه يريح بعض النجوم عشان يوصل بمباراه القمه اللي هو الاقصى بقى, الحمل الاقصى, مباراتين تقال القمه اهلي وزمالك وبعدين الترجي. فدي خد بالك حته في النص طبعا العصابه مهمه جدا في حضرتك الايضاح انه البعض مدخرهم اللي راحه واستشفاء عشان يوصل بيهم لحلم الاقصى. يعني واضح من العمليه يعني. الرسم البياني واضح مع حسام البدري ان هو مهتم بيه جدا فنيا. العمليه مش عمليه بس انه يدرب, لسه هقول لك طبعا علاني ده هايل الشعبي ده ممتاز عربي يشرف ومهمه الفتره الجايه كده مهمه صعبه طبعا صح كده طبعا طبعا طبعا. شكرا كابتن ماهر, شكرا كابتن فاروق, تسلم ان شاء الله الاهلي بكره ان شاء الله. شكرا عصام, نورت, شرفت, سعيد بيك والله. انا اللي بشكرك كابتن فاروق, معاك والله بجد في طعم للكوره لانه انت من الناس الفاهمه واللي طول الوقت ما بتصبرش على راي. طبعا كابتن مصر حبيبي كابتن عصام اخويا اللي انت فتحت نفسنا عندي انا. جميل, حلقه جميله استمتعت بيها حقيقه بوجودكم انتوا الاثنين طبعا, كابتن استاذ عصام وكابتن ماهر امام نجمنا طبعا ونجم النادي الاهلي. يعني ان شاء الله كل التوفيق فرينا بكره ان شاء الله. النهارده كنا معاكم من خلال ليله المباراه بنوضح بعض الامور الخاصه طبعا ما كل او ما يحدث داخل النادي الاهلي طبعا, واستعدادا لمباراه الغد والفتره اللي جايه للنادي الاهلي. كنا معاكم من خلال الاستاد الاهلي. اسبوع خير, السلام عليكم.